المديرون بشكل عام حريصون على تطوير كفاءات موظفيهم، وفي حال عدم استكمال أحد الموظفين لواجباته قد يكون العقاب بالراتب أو بالتنبيه أو ربما بإنذار خطي. جميع تلك الخيارات لم تستخدم في إحدى شركات الصين. لن تتوقع ماذا اختارت مديرة صينية. عاقبت مديرة فريق شركة صينية تعمل في العقارات فريقها بصفعهم على وجوههم لتحسين أداء عملهم وزيادة الجدية ولتحقيق الأرباح المرجوة. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن العمال الذكور تعرضوا للانتقاد بسبب موقفهم السلبي في المكتب، وطلب منهم التوصل إلى حل، وتم تأكيد الحادثة مع وكالة العقارات، لكن المتحدث باسم الوكالة رفض التعليق.近日，一则视频在网上流传。视频画面中，只见几名身穿制服的男子站成一排，随后一名女子走向前，对他们轮流扇耳光，啪啪作响。扇完一遍后，又从尾到头扇打，如此来回。扇完之后，大厅里也传来。